البراءة و5 ملايين جنيه. محامي عمرو دياب ومحامي الشاب صاحب وقعة الصفعة يتبادلان الطلب بالتعويض في أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب والشاب صاحب وقعة الصفعة. تفاصيل الجلسة ونص مذكرة دفاع الفنان عمرو دياب في تغطيتنا. عقد صباح اليوم السبت أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو دياب في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الصفعة. وحصل موقع صدى البلد على نص مذكرة دفوع الفنان عمرو دياب أثناء انعقاد الجلسة أمام محكمة جناح التجمع بالقاهرة الجديدة. وجاءت نص مذكرة الدفوع كالآتي: حيث طلب الحاضر التماس البراءة من الاتهام المنسوب إليه تأسيسا على: أولا، توافر حالة الدفاع الشرعية عن النفس وعدم تجاوز حدوده. ثانيا، عدم توافر أركان جريمة الإصابة العمدية للمدعو سعد أسامة سعد عبد العاطي طبقا للقيد والوصف الوارد بقرار الاتهام. كما تم دفع بتناقض أقوال المتهم سعد أسامة بمحضر جمع الاستدلالات وأقواله أمام النيابة العامة بعكس ما جاء بمقطع الفيديو مع التراخي في الإبلاغ. واستعرض أشرف عبد العزيز أمام المحكمة فيديو التعدي والذي اطلعت عليه النيابة العامة طبقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، وأثبت بأنه مقطع مصور مدته 4 ثواني، وبتشغيله تبين أنه يظهر الشاكي مؤديا لإحدى أغانيه وممسكا بميكروفون، وتظهر يد في هذه الواقعة تمسك به من جانبه الأيسر. كما أن المتهم الأول سعد أسامة أقر بتحقيقات النيابة العامة أنه أمسك بجسد الفنان، وهو الأمر الذي أكدته التحريات عندما سئل بتحقيقات النيابة العامة. وطلب المحامي أشرف عبد العزيز بتعويض مدني عن الأضرار التي لحقت بالفنان عمرو دياب، بينما طلب محامي الشاب 5 ملايين جنيه تعويض له. وقررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة الشاب سعد صاحب وقعة الصفعة على يد الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجناح في اتهامه بالتعدي على الأخير داخل حفلة بالقاهرة. كما قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة أيضا الفنان عمرو دياب لمحكمة الجناح في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بأحد الفنادق بالقاهرة. ومن ناحية أخرى، أكد الشاب في تحقيقات النيابة العامة أنه أخرج هاتفي المحمول أثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب، قام بالصفعة على وجهه ونهره أمام المعازيم. وأمرت النيابة العامة بفحص الفيديو المتداول لحظة تعدي الفنان عمرو دياب على الشاب خلال حفلة بإحدى فنادق القاهرة. كما أمرت أيضا بالتحفظ على فيديو الاعتداء على الشاب أثناء إحدى الحفلات بالقاهرة. مشاهدينا، هذه كانت تفاصيل جلسة اليوم. ما زلنا نتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد. نشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.